أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية لأبرز التطورات في لبنان وإسرائيل. أعلنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة 4 أهداف حيوية بإيلات في 4 عمليات منفصلة. من جانبها نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أن إسرائيل تتعرض إلى هجمات يومية بطائرات مسيرة تطلقها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران من داخل العراق. وقال المسؤولون إن متوسط عمليات إطلاق المسيرات من العراق تجاه إسرائيل بلغ 5 عمليات يومياً، مضيفا أن المسيرات تمثل مشكلة منذ بدء الحرب. أكد وزير الاتصال الأردني محمد المومني أن بلاده ترفض محاولات أطراف إقليمية انتهاك مجالها الجوي بالطائرات المسيرة. أصف المومني ذلك بأنه تهديد، وقال إن الجيش يتعامل معه ضمن قواعد الاشتباك العسكرية، أنه يتخذ الإجراءات الضرورية كافة للتصدي له. كما أكد أن الأردن لن يكون ساحة صراع لأي طرف، ولن يسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائه. ينضم لنا رودي إبراهيم مراسل تلفزيون سوريا من أربيل. رودي، ما التفاصيل لديك حول استهداف ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق لمدن ومناطق إسرائيلية؟ نعم وجهي، يعني اليوم صباحا صدر بيانين مما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، تبنت فيه عدة عمليات استهدفت أهداف ومواقع حيوية في داخل إسرائيل. البيان الأول تحدث عن استهداف لموقع حيوي وهدف حيوي في شمال الأراضي المحتلة بطائرات مسيرة، أما البيان الثاني تحدث عن 4 عمليات منفصلة استهدفت 4 أهداف حيوية في منطقة ميلاد أم الرشاش. في ظل زيادة وتيرة واستمرار استهداف بعض الأهداف الحيوية في داخل الأراضي المحتلة من قبل البات تسمى بالمقاومة الإسلامية، وهو ما تحدثت عنه مصادر صحفية أيضا عن هذا الموضوع، عن أن بعض هذه الميليشيات تحاول زج العراق في هذا الصراع الإقليمي الدائري حاليا بين إسرائيل وإيران، وسال العراق في هذه المعركة، علما أن الحكومة العراقية قد كانت أكدت مرارا وعدة مرات رفضها دخول العراق واستخدام الأجواء العراقية في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران. أيضا أن أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعني أكد في إحدى التصريحات الرسمية أن ما تسمى بالمقاومة الإسلامية، أو في إشارة ما تسمى بالمقاومة الإسلامية، من هذه الجماعات التي تملك المسيرات والصواريخ، هي في إمكانها الذهاب إلى لبنان وغزة و إجراء المعارك في تلك المناطق دون زج العراق في هذا الصراع الذي لا جدوى منه، يعني ويؤدي إلى ضرر في العراق وسيادة الأراضي العراقية. لكن على ما يبدو أن هذه الميليشيات يعني لا تسمع لكلام الحكومة العراقية، وهي تفعل ما تراه مناسبا، أو ما تراه حسب بعض المسؤولين والمحللين السياسيين ما تراه إيران مناسبا، وتعمل بأوامر إيرانية، حيث أن إيران كانت قد أرسلت خلال الفترة القليلة الماضية يعني دفعات كبيرة من الأسلحة المتطورة، كانت دفعات كبيرة من الطائرات الأرفت ذات الرؤوس الحربية التي تستطيع المناورة، وهي طائرات إيرانية يعني قدمتها لهذه الميليشيات، بعض تلك الميليشيات كحركة النجباء وكتائب حزب الله وسرايا أولياء الدم، هي بدأت تملك هذه الطائرات المطورة المسيرة، وهي تستخدمها يعني ربما يعني بشكل بين الفترة والأخرى لاستهداف أهداف حيوية في داخل الأراضي الإسرائيلية، وما حصل قبل فترة يعني حوالي يعني شهر تقريبا في 4 أكتوبر الفات، عندما استهدفت إحدى الطائرات المسيرة إحدى المواقع العسكرية للجنود الإسرائيليين في بعض المواقع في داخل إسرائيل، أثر على المقتل. لكن المعلومات رودي، يعني يتم الحديث على أن هذه الاستهدافات تأتي من الأراضي العراقية، هناك من يقول إنه ليس من السهل أن تحدث أو أن تقوم هذه الميليشيات بإرسال طائرات عبر الأراضي السورية إلى أن تصل
إلى إسرائيل، وأن هناك بالفعل ميليشيات متواجدة منها أو أنها تطلق باسمها من الأراضي السورية مباشرة. ما التفاصيل لديك حول ذلك؟ نعم، يعني هذه الميليشيات أو ما تسمى بالمقاومة الإسلامية لديها يعني أذرع في داخل الأراضي السورية أيضا، وتقوم بمهاجمة بعض قواعد الاحتلال في داخل الأراضي السورية، لكن هي تطلق من الطرفين، من داخل الأراضي السورية ومن داخل الأراضي العراقية أيضا، من بعض المواقع تقوم بإطلاق بعض الصواريخ، وهو ما حدث في أثناء الهجوم الإيراني الأول على إسرائيل عندما قامت بمباركة إيران بإطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت فيها بعض الأهداف الحيوية. أيضا هي لا تزال تستمر بإطلاق هذه المسيرات من داخل بعض المواقع، وتحديد ربما على الشريط الحدودي في منطقة القائم التي يعني تتواجد فيها مواقع ومستودعات أسلحة كبيرة لهذه الميليشيات، مخازن كبيرة للطائرات المسيرة ومصانع لصنع الطائرات والصواريخ المسيرة، وتقوم بنقلها بين الفترة والأخرى إلى داخل الأراضي السورية، مع استمرار تدفق أيضا بعض المقاتلين من الحشد الشعبي والميليشيات الإيرانية المدعومة من العراق المدعومة من إيران إلى داخل الأراضي السورية. وأيضا الاستهدافات الأخيرة التي حصلت في قاعدتي حقل العمر وحقل الكونيت، وهي أيضا بالأساس لها صلة مباشرة مع ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، ولها نشاط كبير في تلك المنطقة وبالتحديد في منطقة القرى السبع التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي في الفترة القادمة بالسيطرة على تلك المناطق عبر نشر دوريات وضرب مكثف في تلك المناطق في منطقة كشام ومرات وحضلة وحويجة الصقر. هذه القرى والمناطق ومحيط مطار دير الزور عسكري لقوات التحالف الدولي التي صحبت من عمليات استهداف في تلك المواقع، خاصة أن هذه الميليشيات استهدفت من تلك المواقع عبر أطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باستهداف تلك القواعد، وقامت التحالف الدولي بالرد على تلك الهجمات. ولا يزال يعني هذا الموضوع مستمرا في ظل قيام التحالف الدولي بتثمير دوريات عسكرية في بعض المناطق. شكرا لك إذن رودي إبراهيم، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أربيل على هذه التفاصيل. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيرة سقطت بشكل مباشر على مصنع شمالي مدينة نهاريا. هذا وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الجيش استنفر طائراته الحربية في محاولة لاعتراض مسيرات تسللت إلى شمال إسرائيل. أكدت أنه جرى اعتراض مسيرة واحدة في حين سقطت مسيرات أخرى في مواقع مختلفة، وسمع بالتزامن مع ذلك أصوات انفجارات بمحيط قاعدة رماد دافيد شرقية حيفا. أفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن 19 مصابا أجلوا إثر سقوط صاروخ وإصابته مبنى بشكل مباشر في بلدة الطهرة وسط إسرائيل. وكانت هيئة الإسعاف قد قالت إن 7 مصابين نقلوا إلى المستشفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر سقوط صاروخ في بلدة الطهرة. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو تل أبيب ومحيطها، حيث تم اعتراض جزء منها. أعلن حزب الله تنفيذ 7 عمليات عسكرية أمس الجمعة ضد مواقع إسرائيلية. الحزب في بيان قال إنه تصدى لمحاولات تقدم للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتصدى إلى مسيرات وطائرات إسرائيلية، وكذلك قام بعمليات استهداف مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي ومستوطناته في شمالي وعمق فلسطين المحتلة. قالت هيئة البث إن الجيش الإسرائيلي اقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية بجنوب لبنان بعد شهر من بدئها. أضافت أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتخطيط لإعادة انتشار قواته على الحدود الشمالية، أن العملية البرية حققت إنجازات مهمة من بينها كشف بنى تحتية لحزب الله، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيسرح الآلاف من أفراده مع نهاية الأسبوع. أرجعت هيئة البث ذلك إلى المحادثات حول وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اللبنانية بقيادة الولايات المتحدة. نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية لقطات مصورة قالت إنها لعملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان. you
تنضم لنا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم، هل حققت العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافها في جنوب لبنان؟ نعم وجيه، برغم إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرا في أكثر من تصريح أنه حقق تقريبا الأهداف الذي كان يطمح لها في الجنوب اللبناني من خلال اغتيالات عدة قام بها، من خلال عمليات يتحدث أنها عمليات أسر وعمليات قتل في الجنوب اللبناني من خلال المعركة البرية، كان آخر هذه التصريحات بالأمس عندما قال أن الجيش الإسرائيلي مستعد الآن لتسريح عدد من الجنود الاحتياط الذين شاركوا في العملية البرية في جنوب لبنان، وبالتالي سيستغني عنهم ويقلل عدد من الفرق المشاركة في العملية البرية. كما أنه في أكثر من تصريح قال أن الجيش الإسرائيلي تقريبا وصل إلى معظم أهدافه في المعركة مع حزب الله من خلال استهداف أكثر من 80% من القدرة العسكرية لحزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي، وأيضا البنى التحتية للحزب والقدرات العسكرية، إلى أن المؤشرات على أرض الواقع لا تعكس ذلك أبدا وجيه، والدليل أن المعارك ما زالت طارية في الجنوب اللبناني، وما زال حزب الله الذي يقول أيضا الجيش الإسرائيلي أنه ما تبقى له فقط 20% من قدرته العسكرية، والتي تشمل القدرة الصاروخية ومنصات إطلاق الصواريخ، والمعارك على الأرض لا يزال يدك البلدات الإسرائيلية في الشمال بعدد أو بعشرات الصواريخ وبالمسيرات أيضا التي انطلقت صباح هذا اليوم، 3 مسيرات سقطت في مناطق من الشمال، واستطاع الجيش فقط اعتراض مسيرة واحدة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ التي انطلقت صباح هذا اليوم، ولم يستطع الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم هذه الصواريخ. قبل قليل تم نشر فيديو للمصنع الذي أصابته المسيرة التي انطلقت من لبنان، وهذا المصنع موجود في شمال نهارية، وكان هناك إصابة مباشرة لهذا المصنع في داخل المصنع، وبالتالي أدى إلى دمار كبير وإلى أضرار كبيرة داخل هذا المصنع. ولا تزال هذه المسيرات وجيه تشكل عائق وتحدي كبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي لا يستطيع لغاية هذه اللحظة اعتراضها أو إصابتها بشكل مباشر. على الرغم من كل ذلك يقول الجيش الإسرائيلي أنه حقق أهدافه، ولكن لنعد إلى الوراء قليلا، لازال المستوى السياسي لغاية هذه اللحظة لم يعطي الضوء الأخضر من أجل عملية دبلوماسية. الولايات المتحدة تقول أن إسرائيل ليست مستعدة بعد لعملية دبلوماسية. لا، لكن هناك حديث على أن الجيش الإسرائيلي سيسرح آلاف من أفراده مع نهاية الأسبوع، ريم. نعم، هذا ما كنت أتحدث به وجيه قبل قليل، أن الجيش أعلن أنه سيسرح عدد من جنود الاحتياط وعدد من الفرق في الجيش الإسرائيلي خلال أيام، وأنه الآن مستعد لتخفيف أعداد الجنود في العملية البرية. الجيش الإسرائيلي يقول أنه حقق معظم أهدافه في هذه العملية البرية. هنا نحن نتحدث عن أمرين وجيه، عن ما يصرح به الجيش الإسرائيلي وما يصرح به المستوى السياسي الإسرائيلي. المستوى السياسي يبدو أنه ليس مستعداً بعد من أجل الدخول في عملية سياسية من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية البرية في الجبهة الشمالية، وهذا إن دل على شيء بحسب التقديرات وبحسب محللين عسكريين أن هناك ضغوطات كبيرة من وزير الجيش يوآف جالانت ومن الجيش الإسرائيلي من أجل وقف العملية البرية في الجبهة الشمالية، لكن يبدو أن نتنياهو لا يريد ذلك حتى هذه اللحظة أو ليس مستعدا لذلك، وليس بالضرورة إنهاء العملية البرية أو تخفيف الفرق الاحتياطية أن إسرائيل تكون فعليا قد حققت أهدافها من هذه العملية، لأننا لنعد إلى الوراء قليلا وجيه ونتذكر ما هي أهداف هذه العملية البرية عندما تم الإعلان عنها قبل بدئها. قال وزير الجيش في حينه وقال أيضا بنيامين نتنياهو أن أحد أهم الأهداف
بل هو الهدف الرئيسي هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وإلى بلداتهم على الشريط الحدودي مع جنوب لبنان. وهذا الهدف الرئيسي الذي من أجله بدأت العملية البرية لم يتحقق حتى هذه اللحظة، بل على العكس تماما، نحن نلاحظ أن هناك يعني خروج أكثر للسكان من البلدات التي ما بعد الشريط الحدودي. هناك حديث عن أيضا سكان خرجوا من حيفا بعد الاستهداف المتواصل لحيفا وبعد استهداف متواصل ومكثف لخليج حيفا. إذن هذا الهدف الذي أعلنته إسرائيل وهو قالت من أجله قامت بالعملية البرية لم يتحقق. وهنا دعنا نذهب إلى بعض التحليلات الإسرائيلية التي قالت أن الجيش يضغط لإنهاء العملية البرية، وذلك لأنه لا يريد تحمل المزيد من الخسائر في صفوفه، وأيضا هذا الاستنزاف الكبير للجيش وأيضا للاقتصاد الإسرائيلي. هذه العملية البرية تكلف باليوم الواحد ملايين الدولارات للجيش وللحكومة الإسرائيلية، نتحدث عن 137 مليون دولار تقريبا. وبالتالي هي لغاية هذه اللحظة إسرائيل تحملت أكثر من 1.5 مليار دولار جراء حربها البرية على لبنان، بالإضافة إلى الإصابات في صفوف الجنود. شكرا لك إذن ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة الإسرائيلي. وسنكون في متابعة لأبرز التطورات من هناك بإذن الله. انضم لنا إبراهيم ريحان صحفي من بيروت. سيد إبراهيم، ما أبرز المستجدات فيما يتعلق بالوضع هناك في لبنان في مع استمرار عمليات القصف وإرسال أيضا القصف والقصف المتبادل، وكذا حديث عن إبرام هدنة واتفاقات وقف إطلاق نار؟ نعم، أولا صباح الخير والتحية لك وللمشاهدين وللزملاء في تلفزيون سوريا. ما يحصل اليوم على الجبهة الجنوبية للبنان يعكس طبيعة الجو العام على الساحة الدولية، وهو الجميع بات يترقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل ونتائج هذه الانتخابات ومن سيكون سيدة أو سيد البيت الأبيض ليبنى على هذه النتيجة المقتضى السياسي. ولذلك رأينا أن ورقة هوكستين نالت قبولا إسرائيليا لكن من دون تقدم، يعني هناك اتفاق على مسألة الإطار، والإطار المعني به هو تطبيق 1701 والذهاب نحو وقف لإطلاق النار. الجانب اللبناني موافق على إطار تطبيق 1701 وقف إطلاق النار، وكذلك الجانب الإسرائيلي، لكن من الناحية السياسية إن أحدا لا يستطيع أن يخطو خطوة إلى الأمام في هذه المسألة، وبالتالي الأمور باتت مؤجلة إلى ما بعد صدور نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء الكبير. وكذلك المستوى السياسي الإسرائيلي هو المعني الأساسي بقبول أو عدم قبول أو تسهيل وقف إطلاق النار من عدمه، وإن كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيخفض في الأيام المقبلة من عديد قواته على في الجبهة الجنوبية للبنان أو على جبهته الشمالية. لا، وهذا مؤشر طبيعي. لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي يعتبر أنه حقق أكثر أهدافه في هذه الحرب، وبحسب مصادر غربية هنا في بيروت وهي مصادر أمريكية تقول إن الجيش الإسرائيلي استطاع ضرب البنية التحتية الهجومية لحزب الله في مناطق الشريط الحدودي، وهذا هو الهدف الرئيسي. لكن إلى الآن لم يعد إلى الآن مستوطنو الشمال إلى مناطقهم. نعم، أما عن مسألة عودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم أو إلى منازلهم فهذا رهن اتفاق سياسي بلا شك. نتنياهو استعمل هذا العنوان كهدف لحربه، لكن الجميع يعلم أن عودتهم ستكون باتفاق سياسي. هو وضع هذا الهدف لأجل أن يقوم بعملية عسكرية هدفها تفكيك البنى التحتية لحزب الله على الجبهة على الخطوط الأمامية في منطقة الشريط الحدودي وأبعاد ما يعرف بقوة الرضوان عن الحدود وعن المستوطنات، وقد نجح بشكل واسع بهذه المسألة بغض النظر عن استمرار الاشتباكات في مناطق الجنوب. لكن أشبر الشريط الحدودي باتت مدمرة بشكل كامل، وهي باتت تحت السيطرة النارية الإسرائيلية وليست السيطرة الأرضية. لماذا؟ لأن الإسرائيليين كانوا يدخلون
ينزفون الأهداف التي يرونها تشكل تهديداً لهم، ثم يعودوا وينسحبوا ويمسكون السيطرة الجوية في تلك المناطق. وبطبيعة الحال بات واضحاً أقله حتى هذه اللحظة أنه لا نية للحكومة الإسرائيلية لسيناريو مشابه لاجتياح 1982، ونحن نتحدث أقله حتى اللحظة. ويؤكد ذلك أن الجيش الإسرائيلي ينوي تسريح بعض الجنود، كذلك ما تحدث به وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت قبل أيام قليلة عن ضرورة الذهاب نحو تسوية سياسية لإعادة المستوطنين إلى الشمال، ما يعني أن هناك إجماعا أكان في لبنان أو حتى في الداخل الإسرائيلي أو عند الولايات المتحدة أن المستوطنين لن يعودوا إلا باتفاق سياسي. وهذا الاتفاق السياسي وإن كان هناك اتفاق على العنوان والإطار، لكن التنفيذ لن يكون إلا بعد الانتخابات الأمريكية. ما هي السيناريوهات؟ يعني سواء فازت هاريس أو ترامب، ما هي السيناريوهات المطروحة لأفق ما يجري في أو على لبنان؟ بطبيعة الحال إن فازت كمالا هاريس في الانتخابات، فإن تنفيذ الاتفاق سيكون أسرع. لماذا؟ لأن الإسرائيليين سيعتبرون فوز كمالا هاريس هو امتداد طبيعي وسياسي لإدارة بايدن، وهي ستبقى في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات. وأن 7 أكتوبر حين بدأت عملية طوفان الأقصى كانت عن مسافة سنة من الانتخابات الأمريكية، وهي عمليا وفعليا كانت مسافة 6 أشهر وليست سنة، على اعتبار أن 6 أشهر المتبقية كانت 6 أشهر انتخابية. ولذلك فإن وصول كمالا هاريس يعني أن الإسرائيليين قد يسرعون بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان وفي مرحلة لاحقة أيضا في غزة، لأن اليوم وقف إطلاق النار في لبنان هو الذي ينسحب على غزة ولم يعد العكس. أما إن جاء دونالد ترامب أو فاز دونالد ترامب في هذه الانتخابات، فإن وقف إطلاق النار سيتأخر إلى ما بعد التسلم والتسليم في نهاية أو في الأيام 10 الأخيرة من كانون 2 يناير المقبل، علما أن دونالد ترامب كان قد أعطى إشارات ووجه رسالة إلى اللبنانيين، وكان آخرها يوم أمس. يعني كان هناك عدة خطابات موجهة للشعب اللبناني آخرها كان ليل أمس، حين تحدث عن أن هذه الحرب ينبغي أن تنتهي بالكامل، وهذا يعطي مؤشرا على نية ترامب. لكن فوز ترامب يعطي نتنياهو أريحية أكثر في الوقت، أما فوز كمالا هاريس فيعني أن الذهاب نحو إطلاق النار سيكون، إذن فازت هاريس سيكون قبل نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل، وذلك لاعتبار أن ستبقى هي في البيت الأبيض لأربع سنوات ولن تغير سياسة. ما هي فيما يتعلق بسيناريو فوز ترامب بتقديرك خلال هذه الفترة إلى حين تسلمه الرئاسة، ما الذي قد يحدث؟ ما هي طبيعة المواجهة المتوقعة خلال تلك الفترة في هذه الاحتمالية؟ نعم، أولا علينا أن نترقب. الجبهة اللبنانية ستبقى الأمور على ما هي عليه من حيث الضربات والضربات المتقابلة والضربات المضادة. الواضح أن الجانب الإسرائيلي سيخفف من العمليات البرية، لكنه سيكثف في المقابل من العمليات الجوية والاستهداف الجوي. كذلك علينا أن نترقب مسألة الرد الإيراني، هل ستكون قبل الانتخابات أو بعدها؟ إن كانت بعد الانتخابات وكانت كمالا هاريس هي رئيسة الولايات المتحدة، فسنرى تكرارا لسيناريو الأسبوع الماضي الذي تدخلت فيها الإدارة الأمريكية وبايدن. أما إذا كان ترامب هو الفائز فقد يكون الرد الإسرائيلي أقصى على إيران، لكن هناك يعني رأي داخل الإدارة الأمريكية أو داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن كلا من طهران وتل أبيب لا يريدان المواجهة المباشرة والحرب الشاملة الواسعة بينهما بشكل مباشر، لكنهما قد يلجأن إلى تبادل الضربات لمدة أسابيع قبل الذهاب إلى تسوية بينهما. تفضل بالبقاء معي سيد إبراهيم في هذه النشرة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط. أوضحت الوزارة أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة طائرات إبراهيم لينكولن إلى المغادرة، وأضافت أن ذلك يندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد، ومبني على قرار لنشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل ومع احتمالية الرد الإيراني على تل أبيب. كشفت مصادر إعلامية أن إيران تخطط لهجوم جديد على إسرائيل سيكون الأوسع كما وكيفا حتى الآن، مؤكدة أن القادة الإيرانيين الذين تحدثوا خلال الأيام الأخيرة عن أن الرد الإيراني سيكون قاسيا وتدميريا يقصدون ما يقولونه.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عما سمتها مصادر مطلعة قولها إن الخطة الهجومية الإيرانية المرتقبة كانت ضمن الخطط التي أعدت طهران لها سابقا، وأن الأجهزة العسكرية الإيرانية بدأت بتدارك خسائر نجمت عن الهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أن توقيت الرد سري للغاية وقد يحدث في أي لحظة. وأشارت المصادر إلى أن الرد سيكون ضعف عملية الوعد الصادق 2، وإن العملية ستكون مركبة وعلى الأغلب لا تقتصر فقط على إطلاق صواريخ من أراضيها، مبينة أن الصواريخ التي ستستخدم هذه المرة ستحمل رؤوسا حربية أكبر حجما ووزنا من سابقاتها، أن الجيش الإيراني سيشارك أيضا لأول مرة في الهجوم المرتقب إلى جانب الحرس الثوري. قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدر مقرب من قادة إسرائيليين إن المعلومات الاستخبارية تشير إلى استعداد إيران لمهاجمة إسرائيل خلال أيام. من جانبه ذكر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن رد طهران على إسرائيل حتمي وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وسيفوق تصور العدو. هذا واعتبر المرشد الإيراني علي خامنائي أن طهران لن تتراجع عن مواجهة إسرائيل ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد، مبينا أن من وصفهم بالأعداء سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة وفق تعبيره. نعود إلى السيد إبراهيم ريحان صحفي من بيروت. سيد إبراهيم، فيما يتعلق بالرد الإيراني وقد أشرت أنت إلى هذه المسألة، ما هي السيناريوهات فيما يتعلق به خصوصا مع مسألة الترقب الذي أيضا أوضحته للانتخابات الأمريكية ونتائجها، متى يمكن أن يحدث هذا الرد؟ نعم، هناك سيناريوان متوقعان. الأول أن ترد إيران قبل موعد الانتخابات، وهذا يؤثر على حظوظ كمالا هاريس ويصب في مصلحة دونالد ترامب الرد قبل الانتخابات، وإما أن تؤجل لما بعد الانتخابات لتترقب النتائج وتبني شكل الرد على هذا الأساس. يعني إن كانت كمالا هاريس سنرى السيناريو الذي رأيناه قبل أسبوعين، تدخل من الإدارة الأمريكية وضبط الرد والرد المضاد من قبل إسرائيل وإيران، لكن إن كان دونالد ترامب هو الرئيس فالأرجح أن تخفض إيران من سقف الرد ولا تذهب بعيدا، لأن الذهاب بعيدا به مع وجود ترامب قد يفسح المجال لنتنياهو لتوجيه ضربات أقصى للداخل الإيراني، كما أن إيران بالهجمة الإسرائيلية التي تعرضت لها أخيرا لم يكن الهجوم كما وصفه بعض الإعلام بأنه هجوم خفيف أو هجوم، لا بل كان هجوما قاسيا، لكن أهدافه كانت الدفاعات الجوية الإيرانية، وهذا يعني أن الأجواء الإيرانية باتت منكشفة أمام الطائرات الإسرائيلية أو حتى الصواريخ الإسرائيلية، وبالتالي فإن أي هجوم من قبل إيران سيقابل برد من قبل الإسرائيليين يكون أسهل الدخول فيه والوصول إلى العمق الإيراني، مع استبعاد حتى اللجوء لضرب المفاعلات النووية كان من إيران أو من قبل الجانب الإسرائيلي نظرا لكارثية هذا السيناريو، وأن أحدا لا يريد أن يرى هذا السيناريو. الأرجح أن ترد إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية، وفي المقابل ترد إسرائيل في حال هاجمت إيران على منشآت عسكرية، لكن علينا أن نرى التوقيت الذي ستختاره طهران أكان قبل الانتخابات أو بعدها، لأن كما كنا نقول قبل الانتخابات فهذا يعني أنها ستصب في الصندوق دونالد ترامب على حساب الديمقراطيين. هناك أيضا حديث عن مسألة مشاركة الجيش الإيراني لأول مرة في الرد إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم، أولا الجيش الإيراني يعني فيه سيكون دخوله وتدخله رمزيا، لماذا؟ لأن الجيش الإيراني لا إمكانيات عنده، والحرس الثوري الإمكانيات موجودة لدى الحرس وقيادة الحرس تفوق كان من الصلاحيات أو من التجهيزات أو من نوع الأسلحة أو نوع العتاد أو حتى التدريب أو حتى الاستخبارات أن ذلك الموجود عند الجيش الإيراني الذي يعتبر صوريا في إيران، لكن هذا يحاول التأشير به أن المستوى السياسي الذي يمثله الإصلاحيون في إيران يشاركون في هذه الضربات أيضا، لكن حتى الساعة سيكون يعني المنطق يقول أن الرد سيكون حتمي من الحرس الثوري كمؤسسة وليس من الجيش الإيراني، وإن حاول الإيرانيون إدخال أو وزج اسم الجيش الإيراني في هذه المسألة، لكن كما كنا نقول فوارق الإعداد والتجهيز والتدريب وحتى الاستخبارات والنفوذ في داخل النظام لا يقارن الجيش الإيراني بالحرس الثوري الذي له الكلمة الفصل في القرار وفي التنفيذ وفي اختيار الأهداف، بالطبع مع
مع اخذ بعين الاعتبار موقف مكتب الارشاد ومجلس الامن القومي الايراني. بتقديرك هل يمكن ان تخرج المنطقه من مساله الرد والرد على الرد؟ يعني حتى الساعه نستطيع ان نقول ان كلا الجانبين سيتضاربان عند حافه الهاويه، لكن الانزلاق حتى اللحظه بين ايران واسرائيل نتحدث، لا احد يريد ان يرى ذلك، ما فيهم الاسرائيليون والايرانيون نفسهم، ولو كان الايرانيون او الاسرائيليون لديهم تقديرات بان تذهب الامور نحو حرب شامله واسعه بينهما لما تبادلت ضربات من الاساس، لان هناك ضابط ايقاع بينهما اسمه الولايات المتحده وقياده المنطقه الوسطى التي كانت تشرف خلال الهجوم الاسرائيلي على ايران وقبله خلال الهجوم الايراني على اسرائيل. وقد راينا ان الاداره الامريكيه او البنتاغون اعلن انه سيرسل قاذفات من نوع بي 52 للمره الاولى الى هذه المنطقه، وهذه تاتي في اطار الردع او القول لايران ان هجومك لا ينبغي ان يكون واسعا وقاسيا، والا سيكون الرد هذه المره بتدخل من الولايات المتحده، خصوصا ان راينا هذه القاذفات منوعيه القنابل التي تستطيع ان تحملها، وهي رساله عاليه النبره من الناحيه العسكريه، لان هذه القاذفات تستطيع ان تحمل القنابل المخصصه لضرب الطحنات العميقه جدا كتلك التي تحتويها التي تحتوي على المنشآت النووية الإيرانية، وهذه القدرات ليست موجودة حتى عند إسرائيل بل فقط عند الولايات المتحدة. شكرا لك سيد إبراهيم ريحان، صحفي كنت معنا من بيروت. شكرا لك. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 52 شخصا قتلوا وأصيب 72 آخرون بغارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قضاء بعلبك. يأتي ذلك في اليوم الثالث من تصعيد إسرائيل عدوانها على القضاء الذي يعتبره مراقبون الخزان البشري الرئيسي لحزب الله في لبنان، حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وقاعدة شعبية كبيرة. سبق الغارات على بعلبك في اليومين الماضيين توجه الجيش الإسرائيلي توجيهه إنذارين لسكان مدن وبلدات في هذا القضاء بإخلائها فورا بدعوى الاستعداد لاستهداف بنى تحتية ومصالح لحزب الله بها. ينضم لنا أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا من طرابلس، كيف هو الوضع في بعلبك أحمد؟ مرحبا نجيب، طبعا الغارات الجوية كانت هي اليوم الثالث على التوالي على مدينة بعلبك والهرمل وقراها، حيث منذ ساعات كان هناك استهداف لمعبر القاع الحدودي معبر جيسيا، هذا المعبر الذي استهدف للمرة الخامسة، إضافة إلى أن حزب الله اليوم كان قد صعد منذ ساعات الصباح الباكر بعد حالة أشبه بالهادئة البارحة، حزب وصلت بياناته البارحة إلى 7 بيانات، بينما اليوم وصلت بيانات حزب الله منذ ساعات الصباح حتى اللحظة 8 بيانات، منها استهداف الوحدة 8200، ومنذ قليل أعلن حزب الله عن استهداف نوعي كما ذكر أنه استهدف بسرب من المسيرات الارتضادية على قاعدة
بلماخين الجوية التي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة هيتس جنوبي تل أبيب. طبعا هذا يعتبر من الاستهدافات النوعية ويعتبر الاستهداف للمرة الأولى لحزب الله، إضافة إلى تصعيد في بعلبك الهرمل وسط تحذيرات إسرائيلية أيضا لأهالي الجنوب وأصحاب فول الزيتون في جنوب لبنان بعدم العودة إلى مناطقهم لأن المنطقة تعتبر لا تزال آمنة. أيضا بالنسبة لبعلبك الهرمل الغارات الجوية المستمرة على مدار 3 أيام البارحة أدت إلى سقوط حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى ما يقارب 57 ضحية إضافة إلى ما يقارب 75 جريحا حتى اللحظة. هذه الغارات لا تزال مستمرة وجيه على عدة مناطق في البقاع الهرمل إضافة بعد، لكن منذ ساعة تقريبا هناك تسريب حالة هدوء في تلك النقطة إضافة إلى الغارات التي استهدفت مناطق جنوب لبنان وتحديدا بعد تصعيد البارحة على دير الزهراني ومناطق صور، إضافة إلى اليوم كان هناك غارة على الخيام وتحديدا بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من جنوب الخيام جنوبي شرق الخيام إلى ما وراء ذلك إلى منطقة العمرة. شكرا لك أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرابلس. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2897 قتيلا، وذكرت الوزارة أن أرقام الضحايا من النساء والأطفال بلغت 745 قتيلا و3605 مصابين، ومن الكوادر الصحية 178 قتيلا و292 مصابا، فيما استهدفت إسرائيل 84 من المراكز الطبية والإسعافية و40 مستشفى و243 من الآليات التابعة للقطاع الصحي بحسب الوزارة. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مدينة صورة الساحلية جنوبي لبنان، ما أدى إلى أحداث دمار في عدد من الأبنية، حيث عملت فرق الإنقاذ على إسعاف المصابين. شيع لبنانيون في منطقة البداوي بطرابلس شمالي البلاد جثامين عدد من الأشخاص قتلوا في مواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وفق ما قالت وكالة فرانس بريس. قال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان جان بيير لاكروا إن مواقع الأمم المتحدة في لبنان معرضة لخطر الاحتلال. أضاف المسؤول الأممي أن قوات القبعة الزرق في لبنان ستحافظ على مواقعها رغم الهجمات التي تعرضت لها في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن مواقع قواته ستكون محتلة إذا تمت مغادرتها. قال مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان إن أكثر من 842 ألف شخص نزحوا
في البلاد بسبب الحرب. أضاف المكتب الأممي أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتواصلة والغارات الجوية التي تعقبها أجبرت أيضا آلاف اللبنانيين على الهرب من منازلهم. قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن ضربة إسرائيلية قرب معبر المصنع الحدودي بين شمال شرقي لبنان وسوريا أدت الجمعة إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا. أضاف حمية بحسب ما أوردت وكالة رويترز أن الغارة أصابت الموقع ذاته داخل سوريا، وتسبب قصف إسرائيلي الشهر الماضي في إغلاق المعبر وأعيد فتحه جزئيا أمام السيارات وليس الشاحنات قبل إغلاقه مجددا اليوم. أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن تكثيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن ضرورة إغلاق الحدود السورية اللبنانية أمام مرور الأسلحة والمسلحين دفع جهات في الجيش للتساؤل عما إذا كان نتنياهو يبحث عن ذريعة لاستنساخ محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر على الحدود السورية اللبنانية من أجل إحباط أي تسوية محتملة. يرسم نتنياهو سيناريوهات حرب لبنان على فرض أنه المنتصر الوحيد، يراوغ ويماطل، فلا تهدئة مرتقبة ولا وقف لإطلاق النار في الفترة الراهنة على أقل تقدير، مع إكثاره الحديث عن الحاجة لإغلاق الحدود السورية اللبنانية من ضمن شروط تعجيزية تطرحها إسرائيل للتوصل إلى تسوية على الحدود الشمالية. التصعيد في خطاب نتنياهو المتعلق بإغلاق الحدود بين سوريا ولبنان أثار تساؤلات حول إمكانية وجود نية لخلق ذريعة جديدة مشابهة لتمسكه بمحور صلاح الدين بين غزة ومصر واستنساخه بين سوريا ولبنان بدعوى منع وصول سلاح إلى حزب الله في إطار إحباطه أي تسوية محتملة ومواصلة العدوان على لبنان. وعلى الرغم من أن نتنياهو كان جزءاً من المفاوضات بشأن مبادرة وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية، إلا أنه على ما يبدو يخشى الخروج من لبنان بحسب صحيفة يدعوت أحرانوت، في وقت يدعي فيه بتحقيق إنجازات كبيرة وأنه يجب التوصل إلى تسوية تسمح بإعادة سكان الشمال مع تمسكه بشروط تتجاوز القرار الأممي رقم 1701. الطرح الإسرائيلي لعرقلة نتنياهو الوصول إلى أي اتفاق على الجبهة اللبنانية مع استمرار ضرب المعابر على طول الحدود السورية ترافق مع الحديث عن إمكانية إنشاء هذا المحور وإمكانية فرضه وإدارته، فالخوف من تكرار ما حدث في 7 أكتوبر أكثر ما يؤرق تل أبيب، فلا تريد أن يتكرر على جبهات ثانية في ظل نقاشات كثيرة في الآونة الأخيرة حول وضع النظام السوري واحتمالية أن تلعب الإخفاقات الإيرانية وفقا لصحيفة هارتس دورا في إعادة تقييم علاقة النظام بحلفائه الإقليميين. وأمام نية نتنياهو في إطالة أمد الصراع يقول بأنه لن يحدد موعدا لنهاية الحرب، وأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل مع استبعاد مسؤولين إسرائيليين التوصل إلى تسوية قبل موعد الانتخابات الأمريكية التي ستجري الأسبوع المقبل. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خريطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين. أشار بري إلى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية المقررة الثلاثاء المقبل. ورفض بري وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية، معتبرا أن الثابت الوحيد هو أن الحراك تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان رهنا بتطورات الميدان، مبديا تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية. بهذا وصلنا لختام هذه التغطية، في أمان الله.